انكود يعني استخدم التشفير اشفر. طب اشفر ازاي؟ ده اليات. عارفين الكود ده هو ايه؟ من زمان العرب لما عملوه زمان في الحروب والجيوش كانوا بيسموه علم التعميه. عارفين يعني ايه تعميه؟ يعني بيجمع عينك عن المعلومه. ده اللي هو التشفير بالعصر بتاعنا في العصر الحديث. كان هناك ايامها اسمه علم التعميه، يعني بيجمع عينك عن المعلومه. يعني في الحروب كان الاول الارقام والحروف، الحروف باللغه العربيه. يعني انت اسمك محمد، يقوم باعت لك رساله بالارقام كده، بتفك الشفره بتاعتها بالترجمه تعرف ان هو كاتب محمد. يعني كل حرف كان بيقابله ايه؟ رقم. وكل واحد بقى مزاجه، ويبعت لك مفتاح التشفير يقول لك ان الحرف ده بتاع كذا والحرف قبل كده. يعني دي متداوله كعلم، علم التعميه. الانكود والديكود يعني انا بشفر وافك الشفره. يعني بحول الداتا convert or translate data to to codes to binary code to binary code. معايا؟ يعني من الداتا للباينري كود، تمام ده؟ عشان 1 بي سي دي باينري كودينج ليست. This table contains from 0 to 7 three ways، ثلاث اوزان، يبقى هنتيجي لحد مين؟ 7. لما هزود 4 to 1 يبقى هوصل للهكسا او النظام السادس عشر، عشان هاخد شويه ارقام وهاخد شويه حروف، عشان لما بضغط على زر المفاتيح في الكمبيوتر بتتحول للصوره وحاجه لما اتكلم عن الشفره. زيرو، الزيرو ده لما اضغط عليه بهذه الشفره بي سي دي هيتحول You understand? طيب هقول اللي بعدها لو ما تفهمتش، هقول اللي بعدها لو ما تفهمتش، هقول اللي بعدها ما تفهمتش يبقى تقوم تروح. خليكم معايا. 1 الكود بتاع ال1 هنا، تشفير ال1 هنا، ال1 اهو ظاهر هنا صح؟ احط 1 والباقي 2 وات انكود انكود ديجيتال 2 ايه ده اصلا هي. اوكي فهمت. يو اندرستاند اني ثينج؟ ان شاء الله. اه تمام. نمبر 3 لا 0 في كود 3 فيش ايه ده 3 اه يا يا ولاد فهمتوا؟ المجموعة الرقمين 1 and 2 1 plus 2 equals 3 convert from 0 to 7 into 0 and 1 4 يبقى 1 0 0 0 0 5 1 0 1 6 1 1 0 7 1 1 1 okay. The binary coding decimal for three ways 4 2 1 تسألوا فيها ازاي؟ خليكم معايا. السؤال ان شاء الله هجيبه في الامتحان السنه الجايه. بظهر معاكم والله. ها؟ دي بدايه الكود، بدايه الشفره.
كنتوا انتوا زمان بتقسموا على الاساس الثنائي والاساس العشري لما كنتوا بتحولوا صح؟ عشان تطلعوا اصحاب الوحايد. ها؟ بي سي دي كود 4 2 1 انكود the following معايا by b c d 4 2 1. انا عايز استخدم هذه الشفره 3 2 3 7 1 0 3 1. انا عايز لما بضغط على لوحه المفاتيح ل 2 3 7 1 0 3 1 كل ما اضغط عليها بتتحول لشويه ثروه ايه عن طريق هذا الكود عن طريق التيبل ده او الجدول ده الكود ده. تعالوا عشان دي الارقام العربيه مش احنا قلنا ما فيش ارقام انجليزي. اي اوبريشنز بتتعمل على الارقام دايما من جهه اليمين. اي اوبريشن الجمع الطرح كله من جهه اليمين لان العرب اللي عملها زمان. طيب 1 2 3 7 1 0 اوبريشن ال1 هنا 2 3 7 1 0 3 1. بقول انكود يعني انا احول ده لصفر ايه؟ باستخدام ال 3 ويز. هنا 1 3 1 الواحد هنا بقى 1 بيقابل ايه هنا في التيبل ده؟ 0 0 1. From the table. 3 represented by 0, 1, 1. 0, 0, 0, 3, 0. 1, 0, 0, 1. 7, 0, 1, 1. 3, 0, 1, 1. 1, 1. 0 1 0 2 0 1 0. الكود اكتب بقى الكلام ده من انا خلاص انا هكتب بقى ايه لما انا ضغطت على تيبل بتاعتك للرقم ده قصدي للنمبر ده قلنا هو ذا ديفرنس بتوين نمبر اند ديجيت. النمبر عندي 2 3 7 1 0 3 1 2 3 7 1 0 3 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 انا 0 1 1 0 0 1 البيز بتاعته ايه البيز هنا صح البيز فوق ايه البيز بتاعتي كام 2 يبقى تحولت ايه بشويه شويه صفر وايه واحد. مش احنا قلنا باينري سيستم الاصفار الوحيد هي البيز بتاعتها ثنائي يبقى حولنا صح كده فروم 0 تو 7 البيز بتاعتها كام 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى البيز 8. فهمتني يا اولاد؟
هنا الدش تقول ايه ده؟ زيرو وان مانس صح؟ انكود يبقى انا عملت هنا انكود صح؟ صح كده؟ طلع كده. عايز ارجع العكس افيك الشفره. المبرمج لما بيجي عشان يعمل لك الكمبيوتر بيطلع رسائل كلها صفر وحايد، ما بيحول بعد كده يشوف الصفر الوحيد دي بتقابل جمله ايه عشان يعرف يصلحها الجهاز. فهمتني؟ الايرور انا بتكلم بحط حاجه بسيطه عشان نفهم الوضع كل لما ايه يطلع. انكود خلاص عملنا هنا ايه؟ طيب انا عايز اعمل لده ارجع لعكس اعمل ايه؟ ديكود. ديكود يعني انا جبت الشفره دي واقول لك هات لي المقابل بتاعها. نعمل ايه؟ مش احنا قلنا اتفقت في كل حته فروم رايت تو ليفت في الارقام العربيه العربي كام دي كلها العربي كام. ببدا ما ابداش من هنا بقى، ببدا من اقصى اليمين. انا عايز انكود دي بي دي 4 2 1 يبقى 3 صح؟ ثلاثة هنا. معايا ولا لا؟ يا شباب 3 بار 1 1 1 0 1 1 0 1 0. في التيبل بقى تيجي تشوف 0 0 1 اللي هي تمثل مين بقى اصلا من الجدول؟ اللي هي ايه؟ زيرو وان وان هتمثل ايه؟ هترجع بقى هترجع للعكس اللي هي يبقى ده انكود ودي كود في الثري ويز. نفس الكلام بعمله فين؟ في الفور ويز. تعرف تعمل التيبل بتاعه؟ بس هتعملوه من كام لكام؟ ها؟ بص بقى التيبل اللي جاي ده هيجمع شويه حروف وشويه ارقام. الفابيتيكال هنا لان هنا الارقام هحط لحد من 0 ل 9. التيبل هنا مهم فروم 0 تو 9. بعد ال 9 بتبدا النمبر اللي هي 10 11 12. مش هتكلم على اللي تحت ده كنمبر، هتكلم كحروف بتاعه. احنا قلنا ان اي حرف بيقابله ايه؟ عدد او رقم. ها ده تيبل. التيبل ده عشان تعرفوه بقى تشغلوها بي سي دي 8 4 2 1 0 طبعا 0 0 0 2. اربع اصفار. لما اجي اقول ال 1 0 0 0 1 خلاص. طيب لو انا قلت طلبت منكم مثلا السته، السته تشفر تحول ايه؟ لحد ايه هيبقى هنا. بصوا ليه كده A B C هتكملوا التيبل ده هتكملوا كده. الايه بقى اللي هي اللي انت فاضل ان هي في دماغك اللي هي التن. الايه بقى التن هتتولد فين؟ 1 0 1 يبقى الايه. لو انت اسمك بعد الاي بي صح؟ البي اللي هي الثانية. معايا ولا لا؟ يعني لو انت اسمك A B B ده حروفها احولها انكود ازاي؟ باي يوزنج 8421. ال A B B هتحول ايه؟ زيرو. ال A اللي هي دي 1 0 صح؟ 1 0
البي البي اللي هي الليفل حجم ايه ايه؟ 1 ايه؟ 1 0 1 0 1 1 كاب ان البان البيز ايه؟ البيز ايه؟ 16 ولا 15؟ نظام السادس عشر الهكسة لان انت عندك ترون 0 تو 9 صح؟ دي نمبر اوف ديجيتس هنا 10 والنمبر اوف ديجيتس لحد ما اوصل للاف يعني الاف هنا هتبقى في نهايه التيبل ده هيبقى كام؟ الاف هتبقى 1 1 1 1 اللي هي كام؟ 15 يبقى البيس كام؟ 16 يبقى ممكن اعمل مثال انكود باي يوزنج باينري كودنج ديسمال 8421 اعمل انكود وديكود تقدروا تعملوا التيبل كامل وهتعملوا لي مثال تدي اكزامبل على الشطره اللي هي الرباعيه يعني ذات الاربع اوزان او دي سهله ولا صعبه؟ ماشي نعم.